نصب الشهيد ذلك المعلم الحضاري والتاريخي ما عاد كما كان بالأمس، فهو اليوم يشكو الإهمال الحكومي والتجاوز على أسماء الشهداء، ولا سيما بعد تداول صور جديدة بيّنت وجود تأسيسات كهربائية تمت فوق أسماء الشهداء، فضلاً عن تعليق جهاز تنقية المياه في الجدارية الخاصة بتلك الأسماء، ما أثار غضب العراقيين والناشطين الذين انتقدوا الصمت الحكومي تجاه هذا التجاوز على هذا الرمز. شو يضركم من أسماء الشهداء عمي؟ شو يضركم؟ ليش؟ ليش هذا الأمر؟ هذا تقومون بهذا العمل المشين، العمل المسحف بحق عوائل الشهداء وبحق الشهداء وبحق نبض الشارع العراقي. احترموا الشارع العراقي، احترموا إرادة المواطن العراقي، احترموا دم الشهيد. انتم وين من الشهيد؟ انتم وين؟ وين وين وصلتوا بالناس؟ وين وصلتوا؟ وين رحتوا بالعراق؟ العراق رايح للهاوية. يعني حتى هاي أسماء الشهداء ما سلمت من أذاكم وضرركم، لأن أنتم حقيقة أصبحتوا ضرر اليوم على المواطن العراقي. حقيقة يعني نستهجن هذا العمل ومن قام بهذا العمل، ويجب محاسبة الجهة التي وراء هذا العمل التخريبي، وحقيقة لطمس معالم نصب الشهيد ومحاولة، حتى في بعض الأحيان هنالك كان توجه لاستثمار نصب الشهيد لإضفاء صورة غير صورة رمزية هذا النصب. عشرات الصحفيين والمدونين كغيرهم من العراقيين انتقدوا هذا التجاوز على أسماء الشهداء، مؤكدين أن نصب الشهيد معلم معماري كبير. نصب الشهيد هو نصب مقدس لشهداء العراق الذين قدموا التضحيات من أجل أبناء الشعب ومن أجل البلد، وهناك أسماء قد نقشت على هذا النصب لشهداء العراق، ولكن ما آلت إليه الأمور بالوقت الحاضر حقيقة مؤسفة. ويرى مراقبون أن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 بأحزابها وميليشياتها لم تهتم بمعالم العراق، بل قامت باجتثاثها وإحلال ثقافات همجية بدلاً عنها لا تمت لواقع العراق الثقافي والحضاري والتاريخي بأي صلة.